السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطيران. موضوع حلقة النهاردة من سلسلة دليل المسافر هو التخطيط للسفر بالطائرة، لأن التخطيط هو أساس النجاح، وذلك لتجنب مفاجآت اللحظات الأخيرة التي ربما تؤدي إلى إلغاء السفر والعودة من المطار أو مواقف محرجة خلال إجراءات السفر. في هذه الحلقة سنتكلم عن تجهيز مستندات السفر ومراجعة صلاحيتها، مراجعة بيانات تذكرة السفر، مراجعة حقائب السفر، تجهيز عملات للبلد المسافر إليه، التعامل ببطاقة الفيزا أو الماستر كارد خارج البلاد، التعرف على أحوال الطقس في بلد الوصول، لغة بلد الوصول، مراجعة الاشتراطات الصحية لبلد الوصول. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أولاً، تجهيز مستندات السفر ومراجعة صلاحيتها. المستند الأساسي في السفر هو الباسبور أو جواز السفر. يجب أن يكون جواز السفر صالح لمدة تتجاوز تاريخ العودة من السفر وزيادة لا تقل عن 3 أشهر، تحسباً لأي ظروف طارئة حتى لا تحتاج تجديد الجواز أثناء سفرك بالخارج. صلاحية الفيزا أو التأشيرة بتنقسم إلى قسمين، الأول هو الفترة من إلى، والثاني هي مدة الإقامة المسموحة بالبلد، وغالباً تكون أقل من فترة صلاحية الفيزا. عند استخدام الفيزا للمرة الثانية يجب التأكد أولاً أنها متعددة الزيارات مالتي إنتري وليست صالحة لزيارة واحدة فقط. مراجعة بيانات تذكرة السفر. بعض الناس يجيد اللغة الإنجليزية وبالتالي يمكنه قراءة المعلومات الواردة بتذكرة السفر زي رقم الرحلة، تاريخ السفر وميعاد الإقلاع طبقاً لتوقيت بلد السفر وميعاد الوصول طبقاً لتوقيت بلد الوصول، اسم المطار ورقم مبنى الركاب تيرمينال نمبر، الوزن المسموح للراكب. ولكن لمن لا يجيد اللغة الإنجليزية يمكنه الرجوع إلى شركة الطيران من خلال الاتصال الهاتفي بمركز الاتصالات كول سنتر أو خدمة العملاء الخاصة بالشركة لمعرفة أي معلومات خاصة بالرحلة. هناك نقطة هامة جداً وربما تتسبب في الارتباك وتؤدي إلى تأخير بعض المسافرين، وهي تحديد اسم المطار ورقم مبنى الركاب، لأن بعض المدن الكبيرة بها أكثر من مطار، فمثلاً مطار باريس كما مدينة باريس كما هو في الصورة بها 3 مطارات، مطار أورلي في الجنوب ومطار شارل دي جول في الشمال ومطار آخر في شمال غرب باريس، فلذلك يجب معرفة اسم المطار التي تخرج منه رحلة الطيران. معظم المطارات بها أكثر من مبنى ركاب، فمثلا مطار القاهرة الدولي به مبنى الركاب رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، فيجب معرفة رقم مبنى الركاب المذكور بتذكرة السفر لتجنب ضياع الوقت والتأخير على الطائرة في حالة الذهاب إلى رقم مختلف. مبنى الركاب رقم 2 أو تيرمينال 2 كما هو في الصورة، مبنى الركاب رقم 3 أو تيرمينال 3. مراجعة حقائب السفر. يجب الرجوع إلى مكتب الحجز أو الاتصال بخدمة العملاء لشركة الطيران لمعرفة الآتي: معرفة الوزن المسموح مجاناً ضمن تذكرة السفر. بعض الشركات الحقائب لها سعر منفصل. أقصى وزن مسموح للحقيبة الواحدة. الأبعاد المسموحة لحقائب السفر. الوزن المسموح لحقيبة اليد والأبعاد المسموحة. بالنسبة للأسر والأصدقاء يتم تجميع الوزن لهم معا.
من الضروري أحيانا وزن الحقائب في البيت قبل السفر والتأكد أنها ضمن الوزن المسموح من خلال بعض الموازين المتوفرة كما بالصورة. أبعاد حقيبة السفر بيتم تحديدها عن طريق مجموع الطول والعرض والارتفاع لحقيبة السفر. فمثلا بالصورة مجموع الطول والعرض والارتفاع يجب ألا يتعدى 203 سنتي، وبالنسبة لحقيبة اليد يتم تحديد الحد الأقصى للطول والعرض والارتفاع كل على حدة كما هو بالصورة. كل ما سبق يضمن لك عدم دفع مبالغ إضافية مقابل وزن زائد وتجنب عدم قبول حقائب نظرا لزيادة أبعادها. النقطة الرابعة، تجهيز عملات للبلد المسافر إليه. تجهيز عملات للبلد المسافر إليه تكفي الإقامة والمشتريات. يمكن الحصول على العملات الأجنبية من خلال أحد البنوك التي لك بها حساب مصرفي، وسيطلب البنك غالبا صورة التأشيرة وصورة تذكرة السفر. كذلك يمكن الحصول على العملات الأجنبية من محلات الصرافة. يوجد تحويل عملات في مطار بلد الوصول ومحلات الصرافة ببلد الوصول، ولكن سعر التحويل العملات هناك يكون مرتفع، والأفضل تدبير العملة قبل السفر. ويفضل أن يكون لديك بعض العملات من الفئات الصغيرة فكة لاستخدامها في وسائل المواصلات عند الوصول مثل التاكسي أو أتوبيس نقل عام أو قطار أو مترو وغيرها. النقطة الخامسة، التعامل ببطاقة الفيزا أو الماستر كارد خارج البلاد. العديد من المسافرين بيعتمد على بطاقات الصراف الآلي ATM وبطاقات الائتمان مثل الفيزا والماستر كارد. لذلك قبل السفر يجب نمرة واحد التأكد من تاريخ صلاحية بطاقات الصراف الآلي ATM وبطاقات الائتمان الخاصة بك طول فترة السفر. نمرة اثنين، مراجعة البنك الخاص بك قبل السفر ومعرفة إذا كانت البطاقات الخاصة بك تعمل في بلد الوصول وما هي حدود الاستخدام بالنسبة للسحب والشراء. ليس دائما استخدام الفيزا أو الماستر كارد الطريقة الأفضل لسحب الأموال أو الشراء بالخارج، لأن بعض البنوك تفرض عمولات ومصاريف إضافية على استخدام البطاقات بالخارج بخلاف سعر تحويل العملات. لذلك يجب مراجعة البنك قبل السفر ومعرفة قيمة العمولات ومصاريف السحب بالفيزا خارج البلاد، كذلك معرفة مصاريف وعمولات استخدام الفيزا في المشتريات. النقطة السادسة، التعرف على أحوال الطقس في بلد الوصول. يمكن التعرف على الطقس في بلد الوصول من خلال تطبيقات الموبايل أو مواقع الطقس على الإنترنت، واختيار اسم مدينة الوصول للتعرف على درجات الحرارة لتجهيز الملابس المناسبة لدرجات الحرارة هناك، وإذا كان هناك أمطار تحتاج إلى ملابس ضد المياه. يمكن كذلك من خلال برامج الطقس على الهاتف ومواقع الإنترنت التعرف على توقعات الطقس طول فترة الإقامة بالخارج. النقطة السابعة، لغة بلد الوصول. إذا كنت لا تجيد لغة بلد الوصول يفضل معرفة بعض الكلمات والجمل مثل التحية في الصباح والمساء وغيرها من الجمل التي يمكن أن تحتاج إليها أثناء سفرك. النقطة الثامنة والأخيرة، مراجعة الاشتراطات الصحية لبلد الوصول. يجب مراجعة شركات الطيران قبل السفر بخصوص الاشتراطات الصحية لبلد الوصول مثل التطعيمات أو التحاليل أو الحجر الصحي. بعض الدول تشترط على القادمين إليها تقديم شهادة تحليل تفيد الخلو من بعض الأمراض، البعض يطلب شهادة تطعيم ضد بعض الأمراض، البعض يفرض حجر صحي على القادمين من بلاد معينة لمدة أسبوع أو أكثر. ننتظر تعليقاتكم ومشاركتكم في العقبات التي واجهتكم أثناء السفر،
حتى نتجنبها وتعم الفائدة على الجميع، مع تمنياتنا برحلات سعيدة بدون مفاجآت أو مشاكل. شكرا على المشاهدة، وانتظرونا في الحلقة القادمة من عالم الطيران.